صباح الخير مشاهدي يو تي في، حلقه جديده من مونديال 22. ارحب بضيوفي في هذه الحلقه، كل من الكابتن جمال علي. اهلا وسهلا بالكابتن جمال، وارحب ايضا بالكابتن هيثم شبول والكابتن ابراهيم سالم. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. في اربع مباريات لهذه الليله، انتهت قبل قليل مباراتين بين الارجنتين وبولندا والمكسيك والسعوديه. انتهت بفوز الارجنتين بهدفين مقابل لا شيء لبولندا، وتاهل الارجنتين وبولندا رغم الخساره وبفارق اللعب النظيف فقط بسبع كارتات صفراء مقابل أربعة لبولندا. إذن قاعدة اللعب النظيف تطبق في حال تساوي الأهداف وأيضا النقاط للفريقين. إذن نبدأ مع أولى مبارياتنا لهذا اليوم، اللي كانت مباراة أستراليا والدنمارك. مباراة طبعا انتهت بفوز المنتخب الأسترالي، فاز طبعا سجل هدف استراليا ماثيو ليكي. بعيدا عن كل التوقعات، وفي مجموعة تضم بين طياتها منتخبات كبيرة، وضع المنتخب الأسترالي نفسه بطلا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث تأهل الكنغر إلى دور ثمن النهائي بعد إن جمع ستة نقاط من فوزين على تونس والدنمارك. المنتخب الأسترالي دخل مباراته أمام الدنمارك بتركيز ذهني عالي جدا، حيث لم يضع مجالا للخطأ، رغم أن المنتخب الدنماركي كان الطرف الأفضل طيلة شوطي اللقاء. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي كما كان يخطط له المنتخب الأسترالي. وفي الشوط الثاني وعلى عكس سير اللقاء، تمكن الكنغار من تسجيل هدف التقدم بعد هجمة مرتدة سريعة كسر فيها التسلل بعد حصول ماثيو ليكي على تمريرة متقنة من منتصف الملعب لينطلق ويتوغل مسجلا هدف التقدم لمنتخب بلاده. بعد الهدف حاول الدنمارك إدراك التعادل، لكن يقظة دفاع الإستراليين أحبطت كل المحاولات لتنتهي المباراة بفوز إستراليا وتأهلهم بجدارة واستحقاق. شكرا نزيه حيدر. ابدا مع الكابتن جمال، تاهل استراليا مفاجئ رغم انه قدموا مباراه اليوم جيده. يعني احنا لو ناخذ الارقام نعتبرها مفاجاه، ولكن في ضوء الاداء اليوم ما كانت مفاجاه ابدا. فريق استراليا كان جريء من البدايه، لعب بال 4 4 2 ومهاجمين، وكان واضح عنده نوايا هجوميه. المدرب ما اجرى جراهام ما اجرى اي تغييرات سوى جدناك على اليمين محل كاراجيج، فقط تبديل واحد وحافظ على تشكيلته، عكس الفريق الدنماركي اللي الدنمارك في كل مباراة يعني أكثر من تبديل. اليوم أربعة لاعبين لو قارناهم بالمباراة الماضية، وبالتالي ما كان الفريق بوضع الطبيعي خلال البطولة كلها اللي إحنا كنا متوقعين أنه مستوى يكون أفضل من هذا، وكنا متوقعين يصير حصان أسود بالبطولة في ضوء المباريات والنتائج اللي قدمها سواء تصفيات كأس العالم أو في دوري الأمم الأوروبية. اليوم فريق الدنمارك عاشر التصنيف العالمي، خسر بصعوبة أمام الفرنسيين بالدقائق الأخيرة. اليوم شفناه أمام الفريق الأسترالي حقيقة، رغم إحنا اتفقنا أنه يعني الحيازة مو كافية، صح يعني كل الفرق بدها تسوي حيازه تقريبا بدها تطلع بنتائج سلبيه، لكن اليوم انا اقول قد تكون استراليا الفريق الوحيد اللي يترشح
عن آسيا ولا هم مو بآسيا يعني. طيب لا هو طبعا هو احنا ورطة تورطنا بهم بصراحة، هاي الانتخابات جابتهم، هي الانتخابات طبعا انتخابات جابتهم لآسيا. شوف اللي صار، هو حتى قبل 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 آسيا كانوا يتأهلون عقارات أوقيانوسيا، أوقيانوسيا وما عندهم وما عندهم أي تأهل هم أيضا مرتين. أيضا للتاريخ ترى هم أول تأهل كان في مجموعتهم العراق، كان في حينها 73 73 صح، يعني ذاك الجيل المرحوم عبد كاظم في حينها وصاحب خزعل ومجبل الفرطوس وجلال عبد الرحمن ستار خلف المرحوم بشار رشيد ومجموعة يعني اللاعبين والشهيرة اللي في إصابة عبد كاظم في حينها في وكمل المباراة صح. وهو ينزف. طيب انتقل مباشرة إلى ملعب مباراة السعودية والمكسيك. أحمد صباح الخير، خسارة غير متوقعة، قد نقول غير متوقعة بسبب الدعم الإعلامي والجماهيري للمنتخب السعودي اليوم أمام المنتخب المكسيكي. نعم صباح الخير داود، تحية طيبة لك، تحية طيبة للكباتن في الاستوديو. بصراحة اليوم خيبة أمل كبيرة للجماهير العربية تتواجد حاليا بالقرب من استاد لوسيل، هذا الملعب اللي كان ممتلئ بقرابة 89,000 متفرج أغلبها من الجماهير السعودية. بصراحة الجماهير السعودية خرجت زعلانة على منتخبها، دعم كبير للمنتخب السعودي كان في هذه المباراة، لكن بالتالي فوز للمنتخب المكسيكي ما يشفع يمكن للمنتخب السعودي هو الهدف اللي سجله في الدقائق الأخيرة، ربما رد الثار قليلا أبعد المنتخب المكسيكي عن المنافسة، لكن بالتالي المنتخب السعودي ما كان بيومه في هذه المباراة عكس مباريات الأرجنتين ومباراة بولندا اللي قدم فيها أداء كبير برغم الخسارة. أعتقد وحسب الكلام اللي تكلمت مع الجماهير أيضا الإصابات أثرت بشكل كبير داود على المنتخب السعودي في آخر مباراتين مع بولندا ومع المكسيك، وداع حزين للمنتخب السعودي بصراحة، حتى احنا كإعلام راح نخسر جزء كبير من متعة الحضور الجماهيري الجمهور السعودي وأيضا الجمهور التونسي. تونس قبلها كانت قد حققت فوز مهم ومميز على منتخب فرنسا بطل العالم بهدف دون مقابل، لكن بالتالي منتخب استراليا حقق الانتصار على الدنمارك، واتفق أيضا مع كابتن جمال الموضوع ما كان مفاجئ، منتخب استراليا كان منظم حتى في مباراة تونس في مباراة الدنمارك، لذلك أيضا استحق التأهل. لذلك داود راح تكون خسارة كبيرة لكأس العالم، خروج قطر بعدها خروج تونس واليوم خروج السعودية، خسارة كبيرة للمونديال وخسارة كبيرة أيضا للإعلام العربي. جنبي داود جماهير سعودية هم شوية تدري زعلانين ومستعجلين، خلينا نسمع ردود أفعالهم على المباراة. أنا أبغى أصحح بس خسارة إذا سمحت لي، السعوديين عاشقين كرة القدم، ما حيأثر خروجهم على حضورهم مباريات. أنا أتوقع أن إن شاء الله ممتاز يعني باقي حتجد سعوديين كثير يحضروا بقية المباريات، الجمهور السعودي جمهور عاشق لكرة القدم. وهذه النقطة الأهم بأنه دائما نشوف الجماهير السعودية والتونسية اللي يمكن أكثر جالية عربية موجودة في صحيح قطر. صحيح صحيح، احنا اليوم الخسارة يعني ما كانت متوقعة، للأسف المدرب شوي كذا لخبط بطريقة اللعب، حمل مسؤولية أكيد ما في شك، لاعبين لعبهم غير مراكزهم، حاول أنه يستكشف طريقة جديدة ما عرف. ايضا يمكن ردة فعل الجماهير انهم اعطوا انطباع للاعبين انهم راح يفوزوا، هذا خلت اللاعبين شوي يهدون، صار ضغط يعني مبالغ به على اللاعبين. صحيح، ايضا غيابات اللاعبين كانت مؤثره، عبد الاله المالكي، سلمان الفرج، محمد البريك، هذول اللاعبين قامات كبيره مؤثره جدا، لكن احنا قدمنا مستوى عالي جدا في هذه البطولة، المنتخب السعودي له أثر كبير في هذه البطولة، المنتخب السعودي وجماهيره كجماهير سعودية بشكل عام راضين على المشاركة في كأس العالم جدا جدا. احنا السعودية صارت على كل إنسان، فوزنا بالأرجنتين، الفعاليات اللي قاعد يقدمها الجمهور السعودي بسوق واقف، بساحة الوكرة، على الكورنيش، بمدخل المشجعين، هذه كلها أعطت صيت كبير للجمهور السعودي. لكن إن شاء الله في البطولة القادمة والبطولات القادمة لاعبيننا إن شاء الله أنهم على قدر. أعتقد حسب ما تحدثنا به غيابات السعودية كانت مؤثرة. كانت الغيابات للأسف، نقول هارد لك أول شيء للمنتخب السعودي، والغيابات صحيح كانت مؤثرة،
لكن إن شاء الله القادم أحسن، وإن شاء الله كأس الخليج في البصرة في العراق إن شاء الله، ونكون هناك وحاضرين إن شاء الله ونحقق البطولة بإذن الله. نتشرف بكم، إحنا نشرفكم إن شاء الله بالبصرة إن شاء الله بإذن الله، نتشرف إن شاء الله نجي بإذن الله. خلينا نتحدث أسألك على الأجواء، شلون كانت يعني جمهور كبير كان سعودي؟ والله الجمهور السعودي كان مغطي وكان يعني له دور مهم في البطولة كاملة، يعني فين ما تروح في أي مكان مشارب سوق واقف لوسيل، واحد درب لوسيل ما شاء الله تبارك الله، لكن نقول هارد لك والجاي أحسن إن شاء الله. بعد هذا الخروج إن شاء الله المغرب إن شاء الله بكرة إن شاء الله تأهل تمثلنا. الأمل بقى فقط في المغرب، في المغرب إن شاء الله بكرة تجملها وتتأهل إن شاء الله يا رب. باقيين تابعون المباريات لو خلص تغادرون؟ لا جالسين إن شاء الله مثلا نتابع المغرب غدا إن شاء الله ويتأهلوا بإذن الله. هارد جزيلا شيخ. منتخب سعودي قدم مباريات كبيرة، وبالتالي اليوم الخروج كان حزين للسعودية. الحمد لله دخل المدرب تشكيلة مختلفة مغايرة، إضافة إلى في نقص يعني الإصابات وإيقاف عبد الله المالكي، تشكيلة يعني مغايرة جدا عن المألوف، يعني حتى في بعض اللاعبين مو في أماكنهم المعهودة. الحمد لله على كل حال. يتحمل المدرب يتحمل جزء من الخسارة؟ كلنا نتحمل خسارة، كل احنا خلاص يعني مباراة لعبت والمدرب داخل على انه بيفوز، ولكن يعني الظروف ما ساعدت المدرب. يعني انت تتكلم على سلمان، ياسر، عبد الاله، لكن انت مقدم مباريات كبيره وحقق الفوز على الارجنتين للتاريخ هذا الفوز. احنا لو كاملين لو نلعب مع 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 المكسيك 10 مرات ما حيفوزوا علينا، والدليل الشوط الاول يعني 0-0 يعني. لكن الحمد لله على كل حال، حقيقة كانت الآمال كبيرة جدا بس الحمد لله. زعلانين بعد الخسارة؟ الحمد لله على كل حال، يعني أكيد زعلانين لكن الحمد لله راضين بال... الحمد لله. يعني لا خدمتنا حنا ولا خدمتنا. شيء الجميل بأنه السعودية ممكن ردت الدين للمكسيك، أخرجتها من البطولة. نعم برضو ما أنت بتستفيد حاجة، يعني لو فزنا هو لا لا يعني مفترض ان نفوز يعني، لكن الحمد لله على كل حال. راضين على اداء اللاعبين؟ لا لا ما احنا راضين، اليوم ما احنا راضين على اداء تماما، على اداء مغاير عن المباراه اللي قبل. لكن نقول الحمد لله على كل حال وخيره في غير ان شاء الله. نعم احمد. الحمد لله. يعني تشرف. نعم احمد. يعني يوصل لمراكز. شكرا جزيلا. شكرا. احمد يعني هناك غصه لدى الجماهير السعوديه حول قد يكون الخروج ب يعني خسارتين وفوز على المنتخب الارجنتيني كان هو الابرز في افتتاح المباريات هذه المجموعه. نعم قصه كبيره اكيد، والجمهور مثل ما ذكرت لك جمهور كبير، جمهور سعودي. نعم. حتى خارج الملعب انا كنت موجود خارج الملعب، يعني داخل الملعب تقريبا 89,000 متفرج، 70 أو 75% من الجمهور السعودي، ومئات الجماهير كانت خارج الملعب، جماهير سعودية تنتظر وتتفاعل مع اللاعبين وتتابع المباراة حتى من خلال جهاز الهاتف. لكن بالتالي اليوم أكيد غصة داود، إحنا بعد كل مباراة المنتخب السعودي حتى في مباراة بولندا مثل ما إذا تتذكر ولاحظت كان الجمهور السعودي سعيد بالأداء اللي قدمه اللاعبين، لكن بالتالي اليوم غصة وخيبة أمل كبيرة، كانت فرصة تاريخية داود المنتخبات العربية، بالتالي المنتخبات العربية ما راح تلاقي هذا الدعم ممكن في نهاية كأس عالم أخرى. التسهيلات اللي قدمتها قطر للجماهير العربية كبيرة داود، موضوع التنقل، موضوع الحصول على الفيزا، أعتقد ما ممكن تحصله في بلد آخر داود. نعم أحمد أنا أشكرك، يوم طويل كان اليوم، أربع مباريات، شكرا جزيلا لك. راح نتابع مجموعة من اللقاءات اللي أيضا خلال تغطيتك لبعض المباريات أيضا اللي راح نعرضها اتباعا. شكرا لك، وباكر منكم مباريات قوية. خل أخذ توقعاتك أحمد باكر، لأن أنا أخذ توقعات هنا. أكيد يعني داود الأهم هي مباراة المغرب. زين. مباراة المغرب هي الأهم، المغرب تلعب بأكثر من فرصة، يعني تعادل المغرب أو فوز المغرب يبعدها عن كل الحسابات، ممكن للخسارة مع فوز كرواتيا. أنا أتوقع فوز أو تعادل المغرب. كرواتيا وبلجيكا أتوقع خروج بلجيكا، أتوقع فوز كرواتيا أو التعادل. المباريات الأخرى اليابان وإسبانيا أتوقع فوز إسباني. ألمانيا كوستاريكا بصراحة صعبة. لا إن شاء الله ألمانية.
اي طيب احمد شكرا جزيلا لك وتصبح على خير. شكرا على هذه التغطيه وراح نتابع ايضا مجموعه من اللقاءات اللي اجريتها بعد مباراه ايضا الجمهور مع الجمهور التونسي. شكرا جزيلا لك احمد. شكرا شكرا. كابتن هيثم هل ارجع لمباراه الدنمارك واستراليا وبعدها راح يعني شوف مباراه استراليا استحق المنتخب الاسترالي الفوز اليوم رغم انه الاستحواذ للدنمارك رغم تواجد فرص لكن الفرص الخطره جدا كانت مع استراليا. استغراب كبير على اداء المنتخب الدنماركي يعني المنتخب الدنماركي عندما تتعادل مع تونس وتخسر من فرنسا وتخسر من استراليا بالتاكيد بهدف وحيد في بطوله مثل كاس العالم رغم انه كنا متوقعين انه الدنمارك من هو وصربيا راح يكون حصان اسود يعني في 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 كاس العالم لكن اليوم يعني انا يعني في استغراب كبير بصراحه على الاداء والنتائج مش بس يعني مش بس النتائج يعني حتى الاداء هدف واحد ونقطه واحده النقطه بهدف نعم غير المجموعه يعني. نعم نعم عندما تتعادل مع تونس في بدايتك وبنهايتك يعني انت مع بطل افريقيا تعتبر بدايتك ونهايتك خساره من 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 اسيا استراليا كممثل عن القاره الاسيويه معناته انت فقدت مع القارتين خمس نقاط بالتاكيد صعبه بمواجهه فرنسا انك تحصل شيء فلذلك منتخب الدنماركي خرج من الباب الضيق. زين طيب كابتن الاستراليين اليوم قدموا مباراه رغم انهم خسروا في اول مباراه في مباراه الافتتاح خسارة الكل توقع بأنه استراليا خلص راح تخرج من البطولة أكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم دنمارك إذا نبدأ بالدنمارك مو هو نفس الفريق اللي شاهدناه بأمام أوروبا هذا الفريق القوي اللي يمتلك شخصية قوية اعتماده على إريكسون فقط يعني ما لاحظت أنك ردة فعل من الباقين باقي الفريق كتيم كامل يعني من وجهة نظر حسب المحللين اللي الدنماركيين إنه آن الأوان للتغيير مراجعة المنتخب يعني كثير من التفاصيل. الشوط الثاني ما شفنا حتى ردة فعل يعني من عندهم. منتخب استراليا قدم مباراة تكتيكية عالية جدا عالية جدا وعرف شنو يريد والدليل احنا دائما شنو نقول نقول المنتخب اللي يخسر ويرجع اذا يحمل شخصيه يمتلك يحمل شخصيه وعنده لاعبين وادوات ممتازه. اليوم رايلو وديوك صراحه اللي فوق كانوا بمستوى جدا ممتاز. موي ايرفين الان ليكي يعني قدموا انا اقصد الخط الوسط مع المهاجمين اللي عملوا بريس ضغط عالي جدا على اللاعبين الدنمارك. يعني بالأربعة أربعة اثنين إيش ينطيك المدرب إنه من يهاجم بمهاجمين صريحين إنه يسوي ضغط إنه المدافعين ما يقدرون يصعدون عليك أي يسوون زيادة عددية. فبالتالي أنا أشوف شوط ومباراة يستحقها المنتخب الأسترالي قدم نفسه بشكل ممتاز. اليوم أيضا أتطرق للحارس رايان كان حارس جيد ممتاز أنطى ثقة عالية جدا للفريق. تنظيم دفاعي وخط وسط أنا قلت عليه ممتاز جدا. واستراليا مثل ما نعرفها إحنا دائما يعتمدون على الكرات العرضية الثابتة هذه الأمور الإيجابية. مفتاح لعبهم موي. موي يعني لاعب. هو الأبرز. بالأبرز يستلم كرة تلاحظ دائما إنه الكرات من عنده تبدأ يوزع على اليمين. يستلم. هو الداينامو. يستلم ويزيد ويوزع يسار يمين. انت من تمتلك لاعب خط الوسط بكفاءة موي اكيد يعني يسوي لك فارق. اليوم انا اعتقد استراليا استحقت وبجدارة احنا ننتقد اللعب العقيم دائما إلها شويه مزعج مو ما بي متعه صح. لكن بالتالي حقق النتيجه والاهم هي واعتقد استحقاق انتقاله للدور الثاني. زين هو يعني نقول اليوم يعني التوازن اللي لعب به الفريق الاسترالي يعني لو تشوف ما هاجم باكثر من خمس لاعبين نعم ما هاجم باكثر من ثابتين الاربعه كابتن عبالك يعني بدون زياده لا مدافع يسار ولا يمين يعني نوادر ما اشوف انه متوازن يعني الفريق الدنماركي احنا نعرفه من افضل الفرق اللي نفذ الهجوم المرتد نعم لكن صح. اليوم ما سمحوا لهم بالهجوم المرتد
وخصوصا الفريق اليوم الدنمارك اعتمد على اليسار فقط، اللي على اليسار اللاعب ليندستورم. اي صحيح، كل الكرات على ليندستورم، اولسن جهه اليمين ما موجود. هذا سهل عمل الفريق الاسترالي، هم اعتمدوا على إريكسن ولاندستورم، بس لهم انه كابتن خدموا نفسهم بنفسهم. نعم، ما انتظروا هدايا من الباقين، خصوصا وهو بدا البدايه يعني بخساره ثم يعود بفوزيا. هذا دليل ان الفريق معد نفسيا ايضا بشكل عام. طبعا كابتن، انت من تتاهل في مجموعه بست نقاط معناته انت فريق جيد، انت فريق قوي. اليوم ما تاهل بفرق اهداف، ما تاهل بفوز وتعادل وخساره، اليوم لا بتاهل رغم خسارته بالبدايه، لكن هي متوقعه من المنتخب الفرنسي، لكن عاد بفوزين أمن نفسه، اشتغل على ست نقاط، وست نقاط أهلنه بجدار. حتى بريث وايت لاعب برشلونة يعني ما تحس أنه ممكن يحمل فريق، ما تحس بذاك اللاعب الكفاءة العالية اللي ممكن يكون محطة ويصعدون من الخلف كلاعبين. كابتن إبراهيم، هو المستغرب أنه يعني هاي التبديلات باستمرار، يعني شوف كل يوم أربعة بالتشكيل جداد، أربعة بالتشكيل ده يغير في كل مباراة، يعني طيب شنو السبب؟ يعني حتى بعدين من اشرك يعني باو بودولبرغ وماسفارد ما يعني لاعب يحتاج 10 دقائق. هو كان يبدي دائما بالمباريات كتشكيل ثابت، اولسن ولاندستور كان يبدي بكل المباريات بيهم، ودولبرغ بالبدايه ودول صح ودولبرغ بالمباراه الثانيه اشرك كورنيليوس واليوم اشرك براثوارد زين واليوم برايت، يعني تحس انه الفريق ده يتغير في كل مباراه، يعني تغيير مش سهل، فقط استقرار عنده بالدفاع وإريكسون بالوسط والحارس سهل طبعا والحارس طبيعي. المشكله يعني حتى يعني تلاحظ انه الدنمارك انه معتمدين فقط على إريكسون كابتن هيثم، حتى في نقل الكرات طبعًا، حتى بالتحرك صناعه اللعب بقيه، يعني اعتقد انه هو كان يحمل العبء الاكبر في المنتخب. شيل إريكسون، شيل إريكسون شيل شمائش مايكل، منتخب عادي. اي منتخب عادي عادي جدا. انت يعني انا متعب، انت قلت عليهم هم وبولندا و نعم سويسرا اعتقد نعم اي والمكسيك، هذول من الفرق المزعجه لكن المكسيك خربوا اي تكتيك المكسيك سريع الارتداد بس سريع. نعم من الفرق يعني كابتن هم يمتلكون، يعني اليوم انت منتك عن الدنمارك برضه هو بمربى من الفرق المميزه، احنا ما بنتكلم عنهم، سويسرا بمربى من الفرق المميزه، لكن احنا بنتكلم اليوم عن جماليه كره قدم، عن 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 اداء، يعني بنحب نشوف كره قدم مثل مباراه تونس اليوم. شفت مباراه تونس؟ مباراه حلوه. مباراه السعوديه والمكسيك هم حلوه، لانه المكسيك بحاجه تفوز. لو اليوم المكسيك بتواجه منتخب ثاني كان اختلفت السيناريوهات. طيب ننتقل، عندك إضافة كابتن إبراهيم على هذه المباراة؟ لا عندي إضافة، الباص للدنمارك فرق 331 باص. إذن الحيازة كانت لهم هي تقريبا 69 ب 31، يعني فرق باص أكثر من النص. وما تحقق نتيجة يعني لازم يقيلون الاتحاد الدنماركي. لا كابتن، هو صحيح الباصات نسبة عالية صحيح الدنمارك، بس وين تنفيذ الباصات؟ هو هاي المشكلة، يعني بالثلث الهجومي كم باص سووا؟ نعم ما في هنا خلينا نشوف، ترى ما تعرض اليوم ريان ما الحارس لأي اختبار قوي، ما تعرض فوت واحد بالشوط الأول. نعم. لكن أنا شنو اللي أقول عليه بالمباريات السابقة أقيس عليه أنه بعد تصاعد وتركيز ذهني عالي، عدا باستثناء يمكن إذا نقارن بينه وبين حارس الدنمارك البرتغال، تذكر آخر ثواني نعم اللاعب أمام المدافع وراء، إحنا مرات الحارس نشوفه ذهنيا مركز عالي لحد ما يصفر الحكم، فشفت إنه رايان كقائد حقيقي بالخلف. طيب ننتقل إلى المباراة الثانية، مباراة تونس وفرنسا. هذه المباراة انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدف مقابل لا شيء، الخزري سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة. مؤسف هذا الخروج الذي مني به المنتخب التونسي، فبعد مباراة كبيرة قدمها التوانسة أمام بطل العالم
وجد المنتخب التونسي نفسه خارج المونديال رغم الفوز المثير. ديشامب دخل بتشكيل جله من اللاعبين البدلاء، إذ تفاجأ بقوة وشراسة الفريق التونسي منذ انطلاق المباراة، حيث خنق المنتخب التونسي خصمه الفرنسي في مناطقه مبعثرا أوراقه. لا بل وكان الجميع ينتظر الهدف التونسي الذي يطبخ على نار هادئة. وإن كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، فلا بد لتونس أن تسجل عطفا على ما جاء في دقائق الشوط الأول، وهذا ما حصل. جاء الخزري الذي كان أفضل لاعبي المباراة ليتوج مجهود زملائه اللاعبين بتسجيله هدفا جميلا، الأمر الذي جعل الديوك ترفع من نسقها أملا في التعديل. لكن المنتخب التونسي كان محتاطا وأنهى اللقاء بفوزه المستحق وبخروج غير مستحق. شكرا نزيها حيدر. كابتن جمال، اليوم المنتخب التونسي قدم مباراة جميلة جدا، بس على ما أعتقد بأنه الحظ ما كان معهم في هذه المباراة. يعني هو كان ينتظر تعادل من الدنمارك صح حتى يتأهل، لكن اليوم المفارقة أنه فريق يفوز على بطل كأس العالم ويتعادل مع الدنمارك عاشر تصنيف العالمي، ويخسر من استراليا، ويخسر من استراليا. يعني هو التعادل كان مع استراليا كان يكفي يعني، والعقم الهجومي اللي كان يعاني منه اليوم افتتحها بتسجيل على بطل كأس العالم. لكن اليوم احنا مثل ما يعني نهني تونس على الفوز، ولكن يعني نقول هارد لك الفريق التونسي. لكن الغريب انه فرنسا اللي ممكن نتحدث عنه. يعني فرنسا اليوم انت ما تغير هاي النسبه الكبيره من اللاعبين، يعني هذا يدلل انه تفكير مبكر، انت تفكر بدور 16. يعني عاده الفرق من تلعب هيك مباراه ممكن تحسم المباراه وبعدين تسوي تبديل حتى تريح بعض اللاعبين. هذه كانت غريبه، ممكن تغير مركزيا الى ثلاث مراكز، ولكن هاي النسبه العاليه وتحوير كابتن وحتى كابتن إبراهيم من أدخل اللاعبين بعدين الأساسيين، لأنه ما يريد يخسر بالتأكيد، لأن إحنا كنا نعرف الفوز يجيب فوز صح. يعني فريق من يدخل المرحلة الثانية بتسع نقاط وضع مختلف تماما عما تدخلها وأنت يعني مغادر المجموعة بخسارة. نعم. يعني متأهل بس بخسارة ذاك المجموعة. اليوم يعني فريق الفرنسي يعني نعطى فرصة للفريق التونسي أن يحقق فوز تاريخي. نعم. يمكن ربما ما يتكرر منا إلى فترة طويلة، ولكن ما عدا هذا الفوز تونس للأسف خارج كأس العالم. زين، اليوم كابتن هيثم يعني أنت متلاحظ لعب بماتيو وكولوم ماني وكومان، يعني ثلاثة لخط الهجوم، خلينا نقدر نقول أنه منتخب الفرنسي. منتخب الفرنسي. نعم. شوف اليوم كم لاعب أجلس؟ تقريبا أجلس يوم ستة من اللي بالأمام كريزمان ومبابي وجيرو هذول ثلاثة وديمبلي أربعة. هذول الأربعة تحتيهم رابيو خمسة. هذول مبدئيا الحارس لوريس والتكل اليسرى ولعب اليوم كامافينجا لعب حولوا ولعبوا صحيح يعني سبعة يعني. والمنتخب التونسي كذلك، اليوم المنتخب التونسي ايضا اجلس ثلاثي الهجوم كاملين، سليتي وجبالي والمساكني ثلاثه، وعوضهم بثلاث لاعبين وكانوا مبدعين حتى اليوم. يعني حتى كشريد موجود. يعني اليوم برضو المنتخب التونسي انا توقعي المنتخب التونسي هو من اخرج نفسه من 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 من, من النهائيات، هو من فرط بفرصة الصعود. اليوم احنا إذا بنتكلم كعرب اليوم بس هي فرصتنا أنه فزنا على أرجنتين وفزنا على فرنسا وفزنا على الدنمارك وفزنا، لا
اليوم منتخب التونسي كانت فيه افضل فرصه له بالتاريخ انه يصعد بالمجموعه هاي للامان. اليوم اذا انت بتحقق مع الدنمارك تعادل في بدايه مشوارك وتيجي تخسر ويا استراليا وتيجي تخسر مع استراليا وتفوز على فرنسا نعم. يعني شوف يعني مفارق. متناقضات مفارق. يعني اليوم اذا بتقيس اضعف فريق فيهم بالامكانيه انك تقدم وتفوز عليه بدك تفوز على استراليا اذا بدك تنافس. يعني للأمان المنتخب التونسي هو اللي فرط في صعوده، لكن كمباراة أدوا مباراة اليوم للذكرى. اليوم أنك تفوز على حامل اللقب على المنتخب الفرنسي بأداء رائع بصراحة بشجاعة، شفنا كرة قدم اليوم. يعني ممكن المنتخب الفرنسي معظم اللاعبين ما أشركهم بالبداية، لكن بنهاية المباراة أشرك الجميع، لعب بكافة قوته. لكن بالمقابل المنتخب التونسي كان جريء، سجل هدف مونديالي، هدف رائع عن طريق وهاب الخزري. يعني للأمانة قدم مباراة كبيرة وقاتل في المباراة بشكل رائع. عجبني اليوم يعني حتى بن رمضان، يعني اليوم بتشوف لاعبين ما لعبوش بالمباريات الماضية. يعني هذول التشكيلة لو كانت بمباراة أستراليا ممكن صنعوا له فارق للمدرب للأمانة. وهيب الخزري كابتن هيثم طبعا يلعب بالدوري الفرنسي وعمان بليه، وآخر من سجل لتونس بالبطولة الماضية سجل، والمباراة الماضية نزل كبديل. نعم نزل كبديل. نعم. يعني احنا نقول انه يعني كفريق الفرنسي تكلم عنه، يعني التشكيلة انا متفاجئ حقيقة. صحيح، يعني التشكيلة كانت بها مفاجأة كبيرة، خصوصا وأنه يعني يمتلك كثير من الأوراق طبعا فرنسي، حلول يعني زاد بشري، حلول مو طبيعي. يعني طبعا يعني أنت مرة أحيانا تغير كثير، بس مركز حراسة المرمى ممكن يتكلم عنه كابتن إبراهيم، هذا المركز اللي صعب تغير به، وأربع مهاجمين كابتن غير الأربعة بالأمام، يعني برضو والتبديلات. يعني اليوم مثلا نحكي على ماتيو بمارسيليا، كولوماني بيلعب بأنترخت فرانكفورت، كومان في بايرن ميونخ. أستاذ داود إذا بتسمح لي، يعني أنت تلاحظ حتى تشكيلة المنتخب الفرنسي مو الأسماء اللي إحنا متعودين عليها المنتخب الفرنسي، إنه كانوا يشكلون على جيرو إنه ينزل هو كبير بالعمر واستدعاه. اليوم على هاي نتكلم. نعم. عندك يعني فوفونا في موناكو. أستاذ داود أنا اليوم ما بتكلم عن قيمة لاعبين، اليوم أنا بتكلم عن استقرار تشكيل. نعم. اليوم أنا لما بدي أحط بالتشكيل 6-7 لاعبين في المباراة، كيف بدي يهضمهم الفريق؟ اليوم الفريق متعود متجانس، ممكن تطرح 2-3 كأقصى حد بالفريق بحملوه في كل منطقة تكسب لاعب. لكن اليوم أنا لما بدي ألعب بأربعة بالأمام، 3-2 أطراف ومهاجم تحت المهاجم، 4 أصلاً ما بيلعبوا مع بعض. صح. متى المنتخب الفرنسي شعرت إنه منتخب فرنسي؟ في آخر 10 دقائق، لما نزل ديمبلي، نزل مبابي، نزل كريزمان. شوف صار في شكل، صار في تعويد نمط شكلي. كابتن هيثم. نعم. العفو، يعني أنت حتى من يعني سوى التبديل، اللاعب يحتاج لعشر دقائق إلى 15 دقيقة حتى يدخل بجواء المباراة. نعم. يعني. نعم، يعني هو بنفس الوقت مع مرور الوقت معنويه الفريق التونسي والمنتخب التونسي كان صاعد، خصوصا الفريق التونسي انا اعتقد كان ينتظر، واحنا نعم. كنا منتظرين. ذكرتني بشغله، مساله التاقلم نحكي عليه بس ما نقول، من ادب كاس العالم وياكم 86 من التحق لاعب وراسا والاجواء بالمكسيك، قلت له انت غيرت نظريه التاقلم. تذكرته مو؟ كابتن باسم الله يذكره خير. باسم قاسم الله يذكره خير. التحق بالمنتخب، تحياتنا له. تحياتك كابتن باسم. فدايركت دخل بالجولين وبدل هذا، فكابتن جمال قال له انت غيرت نظريه التاقلم. احنا فعلا احنا رايحين قبل 40 يوم من البطوله. صحيح. رايحين معسكر وحتى نتعود على الاجواء والف وكذا متر ارتفاع عن سطح البحر، يعني مجموعه مثل عب مدينه تلوكا كان. فما شاء الله كابتن باسم بعد اصابه عدنان الرجال في حينها التحق، يعني وجاء متأخر قبل البطولة بكم يوم، يعني مباشرة دخل لا يعطس لا يقوح. طيب كابتن إبراهيم، اليوم شلون شفت المنتخب التونسي؟ يعني 3 تغييرات إلى الأمام بس قدموا. أنا يعني أعتقد العيدوني رقم 14 لاعب على مستوى عالي اليوم، جدا عجبني. مقاتل يعني لاعب حمل فريق يلعب بفرانك فاروش بالمجر. بالمجر نعم.
يعني أنا أتصور أنه يستحق أندية متقدمة أقوى. المنتخب التونسي اليوم أرجع وأقول أنا خبرة مدربة ما أسعفته. دليل عندما تخسر وتفوز أنه أكو تذبذب بالمستوى بالنتائج. اليوم كانت فرصة أنا أعتبرها جدا قوية، قدموا اليوم مباراة قتالية روح عالية. لو قدموا أمام أستراليا بفوزوا هذه المباراة، لو نفسها أمام أستراليا الحماس هذا بالمباراة متتعادلوا. هنا المشكلة يعني كابتن إبراهيم، من تجي هنا أنت تفوز على الأرجنتين، تجي المباراة الثانية هي يعني صعبة، هي يعني مثل السعودية تجي أنت تونس تتعادل، تجي تخسر أمام أستراليا. يعني هاي كأس العالم، أنا أرجع النوب على فرنسا. فرنسا ديشام لازم يأخذ درس من هاي المباراة. مباراة فلتت من عند كامافينجا في ريال مدريد، ما يلعب مدافع، هو كل أساس ما يلعب مدافع. أغرب مركز كان اليوم تغيير اللاعبين اللي بالوسط، لعبهم خلف المهاجمين، هم أغلبيتهم ارتكاز. أكو كرة انقطعت من عنده ما يعرف شو يسوي كامافينجا، وهو مو مكان. يعني وقف وظل واقف ما يعرف شو يسوي، يرجع شلون عوض اخطاء بهذا المركز بالقوه البدنيه اللي عنده والسرعه كشاف. صح، لو لاعب مستوى عمر متقدم كان الاخطاء استفاد منها منتخب تونس. فرنسا ما نقول احنا البدلاء مو زينين، نقول انه تغيير مراكزهم، والا هم منتخب فرنسا اليوم حتى ما داندا الحارس هذا 37 سنة حارس رين، يمكن من 2007 هو بالمنتخب الوطني، حتى الحارس الأساسي كان لوريس. تعرف أنت شايف فرنسا بدون لوريس كل المباريات، صح؟ اليوم الهدف أنا أعتبره يتحمله، هدف تونس، لانه استرجع الهدف لو باقي بمنطقه الست ياردات، على الست ياردات بدون ما يعمل هاي الحاله ان انطى جسمه راح والكره راحت سهله ودخل الهدف. فحتى احتكاك يعني احساس المباريات الدوليه احسه ما عنده. اليوم فرنسا بعد دخول العمالقه نسميهم، شلون المعلق من يقول دير بالكم راح ينزل معناها الزلم، وصح من نزلوا عملوا الفارق اللي فرنسا اللي هو نعرفه، فوز تاريخي، لكن مع الأسف أنه حتى منتخب تونس والاتحاد التونسي أتمنى أنه يستفيد من هذه التجربة، اختيار مدرب على مستوى البطولات الكبرى. وإحنا هذا اللي نتحدث عليه كابتن جمال، دائما أنت ستتأهل، سيقول لك بعض المنتخبات ليش يبدلون مدربهم من تأهلوا إلى كأس العالم؟ لا، اكو مدربين متمرسين بالبطولات. بس مدرب بطولات. انا بخالفك شلون؟ تعال قول لي. تعال قول لي سانشيز، خلينا ناقشك. نعم. سانشيز سوى ويا منتخب قطر كل شيء سوى. نعم. مو جابها بطولات من الفئات العمريه. نعم. واخذ اخر شيء ختمها بامم اسيا، مو راح الكوبا امريكا، راح لعب بدوري بالتصفيات، لعب الاوروبيه الكونكاكاف، مو بالكونكاكاف لعب. شنو اللي سوى؟ شوف كابتن، اليوم إذا بدنا نتكلم بحقيقة بجزء، أنا من بداية الحلقات كنت أتكلم كبات الموجودين، أتكلم إحنا وين اليوم، إحنا وين، إحنا كعرب، إحنا كأسيويين، إحنا وين موقعنا، الناس وين موقعها. اليوم منتخب قطر جبنا غوارديولا وجبناه قلنا له كأس العالم، تعال أستاذ غوارديولا عاوزينك تدرب منتخب قطر. يعني بتتوقع يحقق شيء أكثر من اللي حققه سانشيز؟ صعب صعب. هسه الامر هذا ما بعطيهوش على كل الدول. يعني اليوم منتخب السعوديه قابل للتطور بصوره كبيره للامانه، وادى بكاس العالم بشكل مفتخر، بس المنتخب اداء مشرف، بس المنتخب السعودي تفرج عليه انت حتى في المباريات اللي ما قبل بدل على انه السعوديه قويه، امام استراليا، امام اليابان، امام الفرق كلها في شخصيه، وفي كره قدم بتلعب ثقه بالنفس عند اللاعبين. نعم. 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 الان حتى نوعيه اللاعبين مبينين، اللاعبين يعني شوف لولا الاصابات المنتخب السعودي بوصل. اليوم منتخب تونس، اليوم جلال القادري، انا يعني معجب بالشخص هذا، فعلا تحمل مسؤوليه، قدم بالبطوله برضه نفسه كمدرب كبير. اليوم قدم نفسه
على على انت اليوم تفوز على فرنسا بغض النظر انا لعبوا ما لعبوا هذا تاريخ. لا طبعا تاريخ هذا تاريخ سجل وتدون. اليوم تعادل مع الدنمارك في افتتاح البطوله اليوم قدم مستويات نتفق او نختلف. خسر مع استراليا نعم، ولكن اذا بدك تعطيه من الثلاث مباريات هو قاد مباراتين بشكل مثالي. اليوم هو نجح زين. اليوم بدل ست لاعبين وما نهزش الفريق. منتخب فرنسا شالوا الست لاعبين صفوا فريق عادي وخسر. يعني وكان محتاج الحظ اليوم. لا انت لو كان محتاج. لا اقصد نعم محتاج نعم كان محتاج الى الحظ. يعني لو متعادل قصدي اسال المنتخب الفرنسي يقول انه شالوا مبابي وديمبلي وشالوا غريزمان وشالوا نعم زين. انت تجي تباوع ريال مدريد، مارسيليا، فرانكفورت، بايرن ميونخ، موناكو، مان يونايتد، ليفربول، هاي الاسماء اللي عندهم يعني هاي الفرق اللي يلعبون اللاعبين اللي نعم 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 الان نعم. انا بقول لك الان المستوى، لكن اليوم انت بتغلب هذول بغض النظر انه لعب فلان او ما لعب فلان. ما هو اللي ما لعبش كمان بيلعب بموناكو، واللي ما لعبش بيلعب باريس سان جيرمان، اللي ما لعب بالمباراه من الاساسيين ونزل بديل، هم هاي المستويات اللي بيلعبوا فيها. فلذلك اليوم المنتخب التونسي انا بوجهه نظري نجح. نجح جلال القادري بمهمته، مهمة تونس كابتن قبل البطولة. كل الناس كانت تتوقع أن تونس راح يكون صيد سهل في المجموعة للأمانة. صح. حتى الإعلام التونسي نفسه كانوا يحكوا أنه المنتخب التونسي جاي نزهة بس، لكن اليوم لا، اليوم هو اللي أضاعوا الفرصة على أنفسهم كلاعبين. لو لعبوا بالروح اللي لعبوا فيها في المباراتين أمام الدنمارك وأمام فرنسا كان صعدوا كلاعبين. أنا اليوم ما بحملش جهاز فني كأخطاء، لأنه ما فيش مش هذيك الأخطاء. الفريق عانى فقط من سوء الحظ وممكن من التوفيق بال كابتن شوط واحد ما قدمه يمكن فقط. نعم. الشوط الأول أمام استراليا نعم صحيح. هذا الشوط اللي كانوا الشوط سيئين الثاني كانوا جيدين. ولكن الشوط نعم. الثاني حاولوا اي بس ما قدروا يوصلون بعد النتيجة. لكن الفريق لكن بالنهاية فروقات كابتن. اليوم هذا مستواي في فوارق، حتى فارق التهديف كابتن اليوم كل شيء موجود. اليوم انا كنت اسال نفس السؤال هذا. طب احنا بنوصل المرمى 12 مره وما بنقول ولا مره. طب هذا من مره واحده وقولها حظ؟ لا مش حظ، فوارق. هاي امكانيه هذا امكانياته. نعم. احنا امكانياتنا هاي. اليوم بدنا نتطور اليوم كسرنا الحاجز، غلبنا الارجنتين. اليوم كسرنا وغلبنا بلجيكا ثاني العالم، وغلبنا الارجنتين المرشح الاول، وفزنا على فرنسا بطلة كاس العالم الماضي. لكن هل هذا كافي؟ اليوم لازم نبني عليهم كابتن. اليوم انت لاحظته بالثلث الهجومي انه المنتخب التونسي بالالتحامات البدنيه ما يقدر. يعني رغم انه الفرنسي مو تقول بضخامه التونسي كجسد، لكن شوف الجانب البدني. نعم. اكو فوارق فنيه، فوارق ذهنيه. نعم. فوارق بدنيه كابتن، التفكير، الثقه بالنفس. اليوم تونس أنا انزعجت عليهم خاصة آخر 20 دقيقة، بذلوا جهد مال أربع مباريات. نعم. حتى أنا قلت نعم. يمكن راح ينامون من السبعة اليوم بس تخلص اللعبة. مو يعني بذلوا جهد عالي حتى هيك فوزهم طلعوا من خشمهم. زين هم الحمد لله أن فازوا، لكن مرات فريق يخسر ويطلع من البطولة لكن يجاري المنتخبات. نعم. اليوم فرصة تونس الشوط الأول. نعم. اللي ما استغلها، اللي كان المفروض أنت تقول على قادري. المفروض أنه أنت شفت التشكيلة والتحوير، أنت مدرب قاري فرنسا، مكان الخمس مدافعين بس أزيد واحد مع الخزري، مع الخزري أزيد واحد ويا مهاجمين اثنين أضغطهم، وبالتالي انت تشوفهم هم اساسا تحوير. هاي اللي نقول عليها الخبره والشجاعه. لو غير مدرب قد يكون مستغلها، مسجل له هدفين، خلصان اللعب. صح زين. طيب انتقل الى الجمهور التونسي وردت فعله بعد نهايه المباراه. الفوز كان مهم على بطل العالم، لكن ايضا الخروج كان حزين لمنتخب تونس. والله الحمد لله، اول حاجه ربحنا وعملنا اول ربح في الكوب دي موند السنه، اما واحد فرحته ما هيش كامله. يبقى واحد بين زوز احاسيس، يفرح خاطر ربح فرنسا وعمل ربح وفوز تاريخي، ويبقى خاطر عندنا فرصه كبيره كنا باش نترشحوا نمشيوا للدوزيام تور امام الله غالب. واما برافو الاولاد وان شاء الله يفرحونا مره اخرى ان شاء الله. المشاعر كانت مختلطه ما بين الحزن والفرح اليوم. اي طبعا، هو شوف انتصار تاريخي
أما للأسف خسرنا مقابلة أستراليا، هذيك المقابلة المفتاح اللي كنا يعني حاطين عليها أمال كبيرة أنه باش نفوزوا فيها، خسرنا. منتخب الأسترالي معنا مش يمشي بعيد في المونديال، أما الحمد لله انتصار للتاريخ. العرب في 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 المونديال هذا يشرفونا، يعطيهم الصحة لكل السعودية، المغرب، تونس، انتصارات على فرق كبرى، والحمد لله يا ربي، وذاك اللي كتب الحمد لله. فرحانين بالانتصار، لكن الخروج كان حزين. حزين وقاسي، الله غالب والله. ماذا بينا رانا ترشحنا، والتشكيلة اللي كان نلعب بها المرة اللي فاتت رانا ترشحنا، أما الله غالب. إن شاء الله الكوب دو موند جاي. مادام ربحنا فرنسا الحمد لله، مسالش ماناش مترشحين، أما ربحنا إكيب قوية صعيبة وشامبيون دو موند ما تنسوش، ربحنا الحمد لله. لعبوا الأولاد بالباهي وانتصرنا ولله الحمد، لكن الله غالب اللي كاتبه ربي. ان شاء الله عقب تعدى السعوديه وتعدى المغرب، وان شاء الله في المره الجايه. ما زعلانين؟ انا واحده من الناس زعلانه، جيت من بعيد زعلانه، لكن الله غالب. نوصل والعين وما نشربوش كما يقولوا فيه، ومعناها كيف ربحنا فرنسا هذيك بحد ذاتها شامبيون عنا للتاريخ. اكيد للتاريخ، فرنسا يعني فرنسا شكون. راضين على اللاعبين؟ الحمد لله راضين عليهم، الحمد لله. زعلانين على الخساره او على الخروج؟ فاز المنتخب لكن الخروج شوي حزين مؤثر. الخروج حزين بس انه ربحنا فرنسا بطل العالم. يس بطل العالم. الاجواء كيف عشتيها داخل الملعب؟ اجواء كثير ياسر حماسيه. نحكي معك بالتونسي. اجواء ياسر حماسيه، الشعب التونسي كان حاضر اكثر من الشعب الفرنسي، كثير حابين المباراه. بعدين ذاتس فوتبول، ما حلفنا الحظ، استراليا ربحت سو ما ترشحنا. زعلانه؟ لا بالعكس، كثير مبسوطه صراحه انه كعرب انه وير فيري براود، بس نشوف تيم هيك تربح خصوصا على فرنسا. يعني حتى لو ما تاهلوا بس بالنهايه كان ماتش كثير حلو، اصلا بعد في السعوديه، بعد في المغرب، بعد نوت اول هوب از لوست. الجمهور التونسي كان كبير بالمغرب. بعقد والله، كان كثير حلو. كانوا كنا نلعب بتونس. إليو امبابي، وير از امبابي؟ طبعا اكو ايضا مشجع فرنسي يتحدث حول الخساره، خساره بطل العالم النسخه السابقه. How did you see the level of the match? I think France we insulted the game for 60 minutes and once our stars came in, Mbappe, Rabiot, Griezmann and Dembélé, we play a bit better, but I can say that we have to congratulate the Tunisian because they play with all their hearts. They were exhausted at the end of the game. So it was very interesting game and I congratulate them. So of course, they always put the pressure by whistling, by booing, but it's part of the game. But at the end of the day, Deschamps did a smart thing. He put at rest in the fridge some good players to be able to be fit for next last 16 game on Sunday. And we can see when Mbappe, Griezmann are there, they are playing automatics, okay, and it's going fast. So I think whoever will be our opponent, we are going through to go for the quarterfinal. طيب هذا كل ما يخص مباراة تونس وفرنسا اللي تغلب بها المنتخب التونسي بهدف الخزري، وانتهت هذه المباراة بخروج أيضا المنتخب التونسي. فرنسا تأهلت برفقة المنتخب الأسترالي، المنتخب الأسترالي راح يواجه الأرجنتين، وأيضا طبعا فرنسا راح تواجه على ما أعتقد راح يكون مواجهة بولندا في المباراة الدور او دور الثمانية او دور ال 16. طيب انتقل مباراة المكسيك والسعودية، هذه المباراة انتهت بفوز المنتخب المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب السعودي. كابتن جمال،
بعد عرض ممتع بهالمباراة الأرجنتين والعودة السريعة، الكل تحدث بأنه المنتخب السعودي راح يتأهل عن هذه المجموعة، أسأل مو كأول كثاني؟ لا يعني احنا التمنيات شكل والواقعية شكل آخر. الفريق السعودي اليوم شأنه شأن الفريق المكسيكي، انه الفريقين ينظرون للفوز، بالذات الفريق السعودي حتى ما يدخل بحسابات اخرى، فوز يأمن للصعود بغض النظر عن النتائج الاخرى. المكسيكيين كان هدفهم الفوز وبفارق وبفارق اهداف حتى يقدرون يحصلون فرصه. اليوم المكسيكيين لعبوا بتحرير يعني حرروا الظهيرين يعني سانشيز وجالارادو العفو صعدوا دائما يشاركون ثلث الوسط او ثلث الهجوم مع دخول الجامبيا لوزانو وفيجا، فشكلوا حوالي 5 لاعبين للامام بحاله الهجوم، وهاي واضحه النوايا كانت هجوميه بحته وخلقوا ضغط، واحنا شفنا الفريق المكسيكي عنده قدره كبيره بالالتحامات توصل حد الخشونة، صح. يعني فريق شرس باللعب مو سهل، لذلك كانت مباراة صعبة. الغيابات أثرت على الفريق السعودي بالتأكيد، أنا أقول الغياب الأكبر هو غياب المالكي في هاي المباراة. نعم. المالكي عنده أدوار ممتازة بالوسط، مثل ما تكلمنا عن موي مثلا باستراليا أو إريكسون أو عنده أدوار عندك ممتازة. سلمان الفرج وعندك إصابات سلمان صعب تعويضه، شهراني صعب صعب جدا، نضاف لهم بهاي المباراة المالكي أيضا، لذلك صارت بعض التغييرات إجبارية يعني على المدرب. أنا أستغرب من بعض الإخوان السعوديين يلومون المدرب حور إنه لازم يحور يعني، نعم لأنه ما عنده هاي الأسماء اللي موجودة، لذلك أشرك بعض اللاعبين يعني الغنام اللي أشركه بالمباريات الماضية كبديل، الحسن بالوسط علي الحسن، هناك تنبكتي بالدفاع رجع اللي بدأ بي في أول مباراة رجع بهاي المباراة، ولكن احنا نكون واقعيين، الفريق المكسيكي صاحب 16 مشاركة مقابل 6، بلد منظم بطولتين لكأس العالم سابقا، إذن عنده عنده إرث وعنده بنية تحتية وعنده لاعبين على مستوى. شفنا اليوم التفوق كان واضح حقيقة لصالح المكسيك، كان يحتاج لو تكلمنا عن المكسيك ما نتكلم عن السعودية، المكسيك كان محتاج يعني هدف آخر قبل ما تسجل السعودية حتى يأمن له الدخول بالمرحلة الثانية. أنا أقول المكسيك كان أجدر بالوصول للمرحلة الثانية من الفريق البولندي. طيب كابتن، أنا إذا ألاحظ على دفاع المكسيك، يعني عندك سانشيز في يعني يمكن 3 مدافعين بالمنتخب المكسيكي هم يلعبون في الدوري المكسيكي، نعم. بفريق مونتيري يعني عندك مونتيس ومورينو وغلاديو أيضا يلعبون كلهم في غالارادو يلعبون ومورينو ومونتيس ما عدا سانشيز اللي يلعب بأياكس، نعم. هولندي، نعم نعم. شوف المنتخب المكسيكي حتى الدوري المكسيكي ترى دوري مش ضعيف، تشوف اللاعبين اللي بيجوا اللاعبين اللي بأمريكا الجنوبية بيحبوا الدوري المكسيكي لأنه دوري برضه دوري في أسماء قوية وفي إمكانيات مادية نعم أعلى من باقي من الأورغواي من البارغواي من كولومبيا، اللاعبين هم محج لهم في المكسيك، فالدوري المكسيكي أيضا دوري قوي. للأمانة المنتخب السعودي إذا تكلمنا عن المباراة بصورة عامة، المنتخب السعودي منتخب يحترم، قدم نفسه كفريق آسيوي بصورة طيبة، أبدع وأمتع في المباريات، ممكن كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن برضه يعني نخلي العذر برضه مجموعته مش سهلة للأمانة، صح الإصابات صح اللي تعرض لها وخاصة نوعية اللاعبين اللي انصابوا، يعني حتى سوء الحظ تبعهم انه الظهير الايسر اللي بيلعب برضه انصاب الظهير الايسر البديل يعني نعم. فبالتأكيد المنتخب السعودي قدم نفسه بصورة جيدة، فريق بيلعب كرة قدم حديثة، الان البناء على الحكي هذا نحو كأس عالم قادم نحو آسيا نحو البطولات القادمة، هذا اللي بنتمناه، لكن اليوم احنا تفرجنا المنتخب السعودي قدم مستويات يمكن بالمباراة هاي كانت الأقل، لأنه منتخب بولندا للأمانة السعودية الحظ جانبها، يعني في مباراة بولندا كان بالإمكان أنهم على الأقل أنهم يطلعوا متعادلين نعم معاهم، وكان
ممكن انهم يمشوا في البطوله بشكل افضل، لكن احصائيات اليوم كبيره باتجاه الفريق المكسيكي، 26 هجمه 10 بالتارجت بالهدف، يعني فرق السعوديه 10 باثنين. لا تنسى عامل الاجهاد، 8 كورنر بواحد، يعني الاستحواذ 61% برضه للمنتخب المكسيكي. المنتخب المكسيكي كان فعليا جايب باريحيه اكبر، وهذا الشيء كمان اللي بدك تعرفه انه هذا خزين اليوم. حتى لو تدربت انت 6 اشهر و7 اشهر وسنه، الناس بفكروا انه هذا خزين مواسم. اليوم اللاعب الاوروبي لما بتعود على تمرين الوحدتين التدريبيات وبلعب على المستويات العاليه، هذا بياخذ وقت. ليش احنا بنقول التطوير مش بس انك تجيب مدرب كويس وهاي جبنا مدرب وهاي اللاعبين ويلا مشينا. الادوات التخطيط وين؟ زين. التخطيط اليوم تبدا تحت، تبدا من تحت وتعلم تحت وتبدع تحت وتصنع تحت وتطلع معه. لان المنتخب القطري لما مشوا بالاتجاهات أكثر من هيك، إيش بدهم يسووا إلا بشغلة واحدة، الاختيارات. يعني اليوم بدل ما أختار هيثم لاعب وسط مش قوي، لا بختار جمال لاعب أفضل كموهبة. هاي الخيارات اللي تبقى، لكن كل الأمور اللي تقدم في العلم الحديث هم قاعدين بعطوه. نقدر نقول ما قصروا كابتن، يعني طبعاً المجهود اللي قدمه الفريق السعودي مجهود محترم، مجهود محترم نعم، وظهره بشكل يعني جدا طيب، ومعهم مدرب جيد، مدرب على مستوى نعم عالي، ولكن يعني هذا الامكانيات اللي هنا وصلت نعم يعني نعم، ولكن ليس صعوبه ان تتجاوز جيد صعوبه نعم ان تتجاوز نعم. طيب كابتن، اذا نرجع للمنتخب المكسيكي، لعب ب لويس تشافيز وايضا الفاريز كلاعبين ارتكاز في هذه المباراه، مع رباعي دفاع، يعني لعب ب خلينا نقول بسته، يعني انه اثنين ارتكاز واربعه مدافعين، يعني كان يريد يفوز لكن ما يتلقى هدف. نعم، بس انت شوف، ما هو هسه طريقه اللعب هي توزيع لاعبين داخل الملعب، لكن الواجبات وين؟ اليوم انا ممكن العب بثلاث ارتكاز ولكن بواجبات تختلف. اليوم بجوز العب بصبغه دفاعيه في عمق الوسط، وتحت المهاجم العب في لاعب صبغه وسطيه، لاعب يقاتل في الملعب. الان اللي بتلاعب بكل المنظومه هاي اللي هو المدرب. اليوم يعني اليوم نتكلم مثلا عن منتخب فرنسا. اليوم لو شلت كريزمان اللي بيلعب تحت المهاجم ولعبت لاعب متوسط ميدان نفس الطريقه، طريقه 4 2 3 1 اللي بيلعبها، لكن انا من شلت اللاعب هذا وحطيت لاعب في منطقة الوسط، أنا ثقلت منطقة الوسط، بس وين الخسارة راح تصير؟ تصير الخسارة بالأمام. الآن الاثنين اللي بيلعبوا الأربعة، لكن وين كان تواجد الظهر؟ أقول لي في المباراة دائما بالوسط، اليوم دائما بالوسط. الشكل الدفاعي كان لمنتخب المكسيك هي عبارة عن اثنين ثلاثة وخمسة، وين؟ سلامة. خمسة بالأمام، سلامة. اثنين بالأطراف والثلاثة كانوا يضموا بالعمق ومهاجم. فبالحالة هاي كانوا يلعبوا بطريقة اثنين بصورة عرضية، ثلاثة واثنين بالأمام. زين كابتن، نرجع على المنتخب السعودي. كابتن إبراهيم، محمد العويس اليوم يتحمل الهدف الركلة الحرة؟ لا، صعبة. صعبة كانت؟ صعبة جدا. بس بعيدة كابتن. أنت مو بعيدة، الدقة العالية مالتها، والكرة اللي دائما هو احنا شو نقول الجدار ياخذ زاوية والحارس ياخذ زاوية. ف انتقلت بالزاوية اللي عكسه زاوية الجدار، وتعرف حتى الكرة ساقطة للأمانة، صعبة، لا جدا صعبة. حارس جيد، حارس قدم نفسه، أثبت للآخرين أنه هو رقم واحد في السعودية، اللي أتمنى يرجع ويلعب أساسي في ناديه في الهلال. وأوتشوا حارس المكسيك، أوتشوا حتى بأي بطولة رمضانية للمكسيك تلقاه. مو صدق لو لا كابتن، مو صار كم كأس عالم تشوفه؟ خامس كأس العالم. فوين ما تشوفه هو نفس التسريحه مالته وهو نفس الستايل ونفس اللعب. اي يعني هو كامبوس الحارس ايضا، كامبوس القديم اللي لبس الالوان مال بردات وما ادري شنو، هاي الدويرات، هو هالقدوته كان يسجل اهداف على فكره. كامبوس عنده ما ادري كم هدف. إذا نتكلم عن السعودية مستقبلهم مضمون. وجه مشرف صراحة، كنا سعداء، وأنا جدا انزعجت، لأن السعودية يستحق أن يوصل بهذا المستوى اللي لعب كرة قدم سلسة وسهلة
ونظيفة أنا أعتبرها. الإصابات اليوم سعود عبد الحميد لعب ارتكاز ما لعب مدافع ما لعب مدافع يمين ما لعب مدافع يمين البليهي والتحوير ياسر الشهراني ومحمد البريك يعني جهة اليسار اثنينهم أوت للإصابات. حتى اليوم رياض الشراحيلي اللي نزل هو مو مدافع يسار. ظروف المنتخب السعودي للإصابات والجهد العالي الصراحة، لكن السعودية تمتلك منتخبات بالفئات العمرية الكل دائما ما يشاركون وبنائهم صح لعشر سنوات اللي بس أقول لك شغلة، احنا كلنا كنا نقول سلمان الفرج لاعب موهوب وقائد المنتخب السعودي، يمكن إصابة سلمان انتقلت لأنظار وين محمد كنو؟ كنو لاعب على مستوى على يعني إذا أكون صف هذا الولد يحترف صحيح. هو الكابتن التي يعني كرة السعودية لا تخاف عليها في ظل هكذا دوري من المباراة الأولى بس هو كان دوري دوري على مستوى عالي لذلك أنا الرئيس وأنا المنجم. يعني أنا أعتقد عندهم يعني خلي أقول أجيال تساعد أيضا تساعدهم الكثافة السكانية هم يختلفون عن باقي الدول نعم صحيح. الكثافة السكانية تساعد بظهور مواهب يعني قاعدة تكون عندهم أوسع. كابتن جداً جداً صغير 40 مليون إحدى. مو العمل مختلف. العمل مختلف. هنا كابتن جمال تطرق الموضوع العمل. ولا أنت ليش تقول إحنا 40؟ ليش تقول قول الهند وقول الصين. الصين. صح لو لا؟ نص العالم هم. لكن أنت هسه الهند تشوفه. أشوفه ده يتطور الناس لكن العمل بالسعودية. هنا يعرف شلون يستثمر. المواهب يعرف كيف ينظم يعرف كيف أبو مريم إحنا الروح كيف ينشئ لاعب من هو صغير يرعاه في أهله صحيح الروح للسنوات الأفكار اليوم رعاية الدوري السعودي كم خلينا نكون واقعية اليوم قديش الدولة ضخت بالدوري السعودي في آخر ثلاث مواسم كم يأخذ كم أقل نادي. هنا أنت بتتكلم الآن بأرقام ترى أرقام فلكية. بس أقول لك إيش قاعد ميزانية الاتحاد السعودي 100 مليون. ماشي. دولار. ماشي. الأندية. ميزانية وزارة عندنا. إيه أستاذ داهودي وأنت قيس قديش الدولة ضخت اليوم الشركة الراعي قديش ضخت بالدوري السعودي كل نادي قديش بتحصل من الدرجة الأولى والثانية والمحترفين. أقل عقد ترى 19,000 بالدوري الدرجة الأولى. اليوم أقل عقد للمدرب. أقل بالشهر. الراتب الشهري قصدي. 27 مليون دولار أو يورو ما أعرف لكل نادي. أكو أزيد أكو أقل شوية. هاي من الدولة. وأعطيك أكثر. اليوم إيش قد أنت جمهورك حاضر بهاي المباراة تجيك فلوس أيضا عليه. تحفيز احنا شو نقول دائما من نقول يتوازن العقل مع المال انا اقصد العقل الاداري ينطيك الناتج هو هذا السعودي اكو ناس الكل تعمل روح لل احنا دائما شو نقول بالعراق نريد ملاعب تدريب مو هاي الملاعب اللي يجرى عليها المباريات ارض بها كرفانات بها حمامات 8 ملاعب للتدريب للفئات العمريه كلها القاعدة بالسعودية ولا أروع صراحة أنا رحت هناك وأكثر من مرة وشاهدت أنه ما ينخاف عليهم خاصة أنه بالفئات العمرية ما عندهم تلاعب بالأعمار كابتن جمال صدقني أنا قعدت ويا الاتحاد ويا قالت بالسابق كان موجود لكن بالوقت الحاضر العمل للمستقبل من فترة غادروها هاي غادروها من فترات يعني ما أريد أقول السنة من كذا سنة غادرناها إحنا مرات ما نقول لكن دي يعملون من أجل كرة قدم سعودية دوري قوي أندية ممتازة قوية كابتن إحنا مركز تدريب منتخبات ما عندنا خل أقول لك شاب أنا لو هسه باكر والله لا يقول صرت رئيس وزراء غير أروح على هذا مجمع ملعب الشعب أسوي لي 8 ملاعب تدريب بس تدريب موجودة. ومساحة موجودة وكل شيء موجود بها وسوي لي مركز تدريب احنا ايش صار بيها 8 ملاعب تدريبات انت تحكيني احنا ايش صار بيها هاي اللي تقول عليها روح الوزير والله يمكن بثلاث اشهر تخلصها بثلاث اشهر اذا اكو بالفعل اكو حكومه تجي وتشتغل لا بثلاث اشهر عم يروح مو ثلاث اشهر روح ست اشهر داود عندنا روح ست اشهر عندنا ملعب وزاره الشباب الله يرحمه علي حسين شهاب يتدرب الشرطه عليه درب المنتخب الناشئين والشباب والأولمبي بعدين أكو أندية فوقها خل أضيف لك ألعاب القوة والحكام وهو ملعب
مو بمواصفات عالية. زين أنتم هسه الله يذكرهم بالخير الناس اللي ما أريد أقول الاسم اللي ساهم به. أنت فوق هذا المجمع داخل ملعب الشعب حاليا ثلاث ملاعب تارتان، ثلاث ملاعب كابتن تارتان. زين أنت هاي أرجع وأقول شيل هسوي النثيل يصير لك ثلاث ملاعب منتخبات الوطنية. خلي واحد تارتان، خلي واحد تارتان. هسا هم هسا هاي أنا هم تسمحوا لي وزير الشباب بالرياضة الجديد، يعني هاي رسالة نوجهها، خاف ما حد موصلها إليه، ملاعب تابعة إلى وزارة الشباب بالرياضة، ثلاث ملاعب تارتان ما يصير. إحنا اليوم منتخباتنا للفئات العمرية يستجدون، أنا أعرف الإخوان بالمنتخبات يعني يتدرب على ملعب الشعب الأول، إحنا كنا المنتخب الأولمبي نتدرب على ملعب الشعب الأول الصبح، ويجي منتخب الوطن الأول يتدرب برانة. زين هذا مو ملعب تمرين. نعم. فهاي رسالة الوزير الشباب، ملاعب تدريب موجودة. عم تريد اسمك ينجح سوي لك ملاعب تدريب أربعة بالمجمع يمك، وعندنا مساحات وعندك مساحات، بس المن تحكي والمن تقول. احنا ما دام تطرقنا هالموضوع، انت بلد احنا عندنا تنوع بالمناخ، يعني جو البصره مختلف عن جو بغداد، وعندنا جو الشمال مختلف ايضا، وعندنا مناطق عاليه اللي هي انسب شيء للمعسكرات التدريبيه، المناطق المرتفعه عن سطح البحر السليمانيه عندك، فانت يعني المفروض عندك اكثر من مركز تدريبي، يعني اكثر من مركز تدريبي يكون عندك وتقدر تستثمره. قبل مشروع يعني الهدف تذكره انت؟ اي يعني سنوات عن حال العالم، انا شفته باربيل، ترى مأساة الملعب. شنو مأساة؟ ماشي ما تقدر هم تار شام صح؟ يعني ثيل هو كابتن، هو اسمه ثيل، اسمه ثيل. طيب يعني يفرض عليك هو، ما تريدون الارجنتين؟ لا ما اريد الارجنتين، اريد الملاعب. يعني هو مشروع الهدف يفرض عليك التارتان؟ لا طبعا طبعا لا. اذا احنا نتكلم عن العقل، هذا اللي نتكلم به يا اخوان، اعمل للمستقبل، لا تعمل لفترتك انت ما تكون بالمكان. كابتن ابراهيم، ما دام انديه منتشي على الدوله تاخذ من الدوله وتوزع، ما يصير هذا الفكر الاستثماري. طيب كابتن احنا بلد استهلاك، وقف عفوا دعمي دب مباراه الارجنتين خلصنا وقت واحدة وخمسة. هي شفت الارجنتين اقول لك، صار اني 17 سنه بالاعلام احكي ملاعب وكل ملعب ما سوى خلف على هاي الملاعب اللي هسه احنا شلون نبقى والله العظيم. لا بس زين عندنا ملاعب، بس جاي اقول لك احنا عندنا ملاعب عندنا، انا من 2000 بس احنا مراكز تدريب ما عندنا. كابتن انا من 2012 بالعراق، يعني من كوبيكو، من 2012 لليوم في تطور. نعم في تطور بطيء، لكن في تطور ما يتناسب، ما يتناسب مع كابتن اليوم اللي احنا نريده. ماشي يا كابتن، اليوم انا موجود بالعشر سنوات هاي ملعب جذع النخله، وهاي ملعب الميناء. تقصد ملاعب لعب مو ملاعب مباريات؟ هذا انجاز برضو اليوم بالتاكيد. انا معك اليوم هذا انجاز، هذا تحسب بس للناس اللي اشتغلوا ايضا. لذلك دورينا الرؤيه اجمل حاليا. نعم. اليوم رؤيتك في المباريات، انا قاعد بتفرج كمواطن مستمتع بالدوري المحلي اليوم. نعم في مشكله الان في ملعب التدريب، برضو قادرين اللي بيقدر يبني ملعب 70,000 و80,000. طيب مو احنا، معلش احنا اخوانكم بالاردن، احنا من يمكن 20 سنه ما بنينا ملعب. اليوم انت بالعشرين سنه هاي انا صرت شايف بالعراق 8-9 ملاعب، عندك ملعب كربلاء وملعب النجف وملعب جذع النخل وملعب الميناء وملعب المدينه. اتفق معك، صح اتفق وياك، كاستاد المباريات. نعم نعم نعم. احنا اللي نقوله انه ما معقوله انت تعطي لاعبين صح 200 و300 مليون وما عندك ملعب تدريب. نعم نعم. وما تتناسب، التطور ما راح يمشي. يعني هو هذا الملعب انت من تعطي هاي الارقام، معناها هذه موهبه تستحق هذا الرقم. نعم. فالموهبة لازم ترعاها. نعم. من خلال أرضية زينة. كابتن انت ذا هيجي ثواني، أنا هم أحب أبارك النفسي وأبارك الجمهور نادي الشرطة، وشكر وتقدير لوزير الداخلية اللي بدأ العمل في المدينة الرياضية لنادي الشرطة. تعرف هذه أيضا مشكلة، يعني كنادي جماهير بحجم نادي صحيح. الشرطة يستاهلون. اليوم أنا يعني جدا سعيد، هذا ملعب القفص اليوم ورحت ودخلت وشفت الأدوات تشتغل، فأيضا أتمنى الأندية الأخرى، اليوم الزوراء عندها ملعب، أتمنى الجوية وأتمنى ملعب الزوراء إن شاء الله. طيب أنتقل لمباراة الأرجنتين وبولندا، طلعنا الكابتن إبراهيم عالترابي نتابع مباراة الأرجنتين اليوم اللي انتهت. على التراب وميسي، إذا بلنتي ما قولها شو يسوي المستر وحضر ذبحته ميسي وجزاها ما مقولها. اثنين فازت الأرجنتين وتأهلت وراح تواجه استراليا في الدور المقبل، دور ال 16. نبارك لجميع محبي ميسي
ومحبي المنتخب الأرجنتيني، ولا عزاء لي الكابتن إبراهيم سالم والكابتن هيثم. ليش لا؟ أنا حبيبي لأنهم ما يحبون الأرجنتين ولا ميسي. أعلنتها بالجو بعد. لا انت قصروني هسه ما احب الارجنتين. لا هسه راح احكي لك، يلا العب ويا كابتن جمال. انا بعدين ارجع لك كابتن جمال. لا والله، عندي بس حكايه صغير. اي انت من اول ما اجى مجدي عبد الغني، تحياتنا للكابتن مجدي عبد الغني، وانت غير هي ضرب الجزاء وهو لعبته كذا، هاي ميسي ابو كره القدم والاسطوره، الجزاء ما قوله وكان روح من البطوله من وراء الجزاء. هاي مجدي عبد الغني على الاقل يسجل. تحياتنا للكابتن مجدي. ما يلقى محامي احسن من كابتن. استعجل ربك، همزين ما موجود، الجمعه يوصل، همزين ما موجود. زين نبدي ويا الكابتن. اليوم كابتن واضح انه الارجنتين يعني اليوم بدا بالفارز بالهجوم، لاعب مانشستر سيتي بدا بي وللامام يعني بثلاث مهاجمين، وخلفهم ميسي، يعني قوه هجوميه ضاربه. اليوم الأرجنتين أنا أشوفهم هم والفرنسيين محظوظين بترشح أستراليا وترشح بولندا، إلا إذا ما صارت مفاجآت، وعادة المفاجآت صعبة تصير في دور ال 16 خروج المغلوب. نعم، لذلك فرصة الأرجنتين اليوم كانت يعني أظهروا مستوى عالي، لأنه اليوم الفريق البولندي لاعب على النقطة، ما لاعب على الهجوم. حتى كل مباراة كنا نشوف زيلينسكي وليفاندوفسكي وراهم ميليك اللي هو يمتلك إمكانية هجومية ممتازة، يعني لاعب يوفنتوس طبعا. اليوم ما أشرك ميليك لعب بمهاجمين فقط، وشان هناك تحفظ دفاعي كبير جدا، تفوق واضح للفريق الأرجنتيني. وهل يعني هناك سؤال، الأرجنتين في 78 أيضا بدأوا البطولة بخسارة وبعدين فازوا كأس العالم. نعم تقريتها هاي أول الآن فوزي فريقهم ماشي. الآن فوزيين، الفوز يجلب الفوز كان. نعم يعني فريق أرجنتيني شفناه مباراة ثانية رغم الفوز بس ما كان بالمستوى اللي هو، لأن هزته مباراة الأولى خسارته مع السعودية، ولكن اليوم شفنا الأرجنتين قريب من صورته الحقيقية، وهذا ينطي إضافة للبطولة. البطولة يعني تخيل لو تفقد ميسي أو تفقد رونالدو أو تفقد هؤلاء النجوم، مودريتش مثلا، كل ما تواجدوا ذولا بالبطولة كل ما البطولة تكون أحلى، تكون قيمة فنية عالية. طيب كابتن هيثم، أول شيء مبارك، شكرا، محبين الأرجنتين ومحبين ميسي. بالعكس ميسي أسطورة من أساطير كرة القدم العالمية. بس ميسي ضيع جزاء، بس ميسي سوى كل شيء. اي طبعا كل شيء سوى بحاله. طبعا كل طبعا شي. اخذ بطوله اوروبا واخذ كل شيء، بس كاس العالم ما اخذه. لا ان شاء الله، انه الله بوفقه كاس العالم على الاقل نشوفه بالنهائي، يعني ماشي امورهم عدله ان شاء الله. يعني بعد خساره اولى فوزين، لا من هسه اقول لك استراليا اليوم شوف مع المكسيك كان المستوى مو عالي للامانه. يعني يمكن ميسي اخذها بالخبره بالموهبه بالهدف اللي سددوا من بعيد وكسبوا فيها الأرجنتين، بعديها هدف ثاني مشيت الأمور. لكن اليوم اليوم منتخب الأرجنتين باللي شفناه منتخب مرعب، بوجود دي ماريا، صح، ألفاريز، ميسي، يعني أدوا بصورة مثالية. حتى الستار، احنا بنسميها الستار، يعني الهجمة كانت تمشي لكن ينزلوا للداخل اللاعبين في قطع الكرة، كل الكرات كانت محكمة ويعيدوا. يعني اليوم شفنا بولندا مع الاحترام كفريق ضعيف أمام الأرجنتين، لأن الأرجنتين برضو كانوا داخلين المباراة وعارفين أنه أي نتيجة غير الفوز هي استبعاد أوت. لكن بالمقابل بولندا كانت معها، حتى الخسارة ب1-0 كان من الممكن أنهم يترشحوا، فلعبوا حتى على الخسارة 1-0 أو التعادل بنتيجة جيد أنهم بيذهبوا للدور الثاني، صعدوا للدور الثاني. يعني توقع حتى الفرق الكبيرة راح تكون بدور 16 في أريحية، إنجلترا وسنغال الآن، هولندا أمريكا، أرجنتين أستراليا، فرنسا بولندا. يعني فرنسا بولندا، أنا أتوقع يعني الفرنسا، يعني فرنسا والأرجنتين دور 16 الآن ما بي، يعني برضو شوف يعني تجيهم عدم المؤاخذة، تجيهم بولندا ولا يجيهم المكسيك كمثال، تجي اليوم تجي استراليا او الدنمارك، يعني برضو في فروقات الان بدور 16.
بولندا فرنسا فرنسا بولندا مع فرنسا راح تلعب بولندا مع فرنسا وارجنتين مع استراليا ارجنتين مع استراليا يا هسه ارجنتين من هسه ان شاء الله نقول بالدور الثمانية انا ارجح ارجح كلام كابتن احنا ما راح نرجح احنا خنشوف النيل اللي تبيناه اليوم اللي هو كابتن والله انا اقول بولندا لو يلمون غراضهم يحضرون الجنة والله شوف هاي الحكي حكيناه قبل لا تجي تدري اللي صار شنو؟ اللي صار كابتن ابراهيم شوي خلينا نحكي على المراكز التدريبيه حتى نخلص فتره التوقعات هاي لا 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 انتم انا اليوم معذور لأن يعني البارحة دخل يعني مصاب البارحة أنت مو مقرعك مزدع عبد الغني بالهدف بالدوخة اليوم أكلت شوية زين بس خل شوية نأخذ على المنتخب الأرجنتيني من عندك كابتن اليوم استحق المنتخب الأرجنتيني اليوم مولينيا وأكونيا كمدافع يمين ومدافع يسار لو تلاحظ الزيادة العددية بال بمنطقة الجزاء من خلالهم لعبوا كخارج يمين يعني مو مدافع يمين أو يسار منتخب يستحق ميسي الصراحة أنا جدا متعاطف وياه لكن هذه ضربة جزاء أيضا كانت ضربة جزاء الحمد لله أنه مو مؤثرة لأنه ميسي إحنا نتعاطف وياه ويا رونالدو بكأس العالم الأخيرة تركيزه ما كان عالي أثناء التنفيذ جيزني اليوم الحارس اللي لعب ضد المنتخب الأرجنتيني ما أنا قلت لهم خطأي قتلوه لا هو قدم مستوى طبيعي اليوم الضغط جدا عالي كثافة يعني من الجانب من الشوت لاعبي الأرجنتين أنا قلت لك يمكن أخ داود قلت لك يوصل إلى بعيد لأنه خبرة لاعبي وشخصية اللاعبين حتى أنا أعتبرها أن مباريات استقرار من مباراة إلى أخرى للمنتخب الأرجنتيني تغييرات أنا أشوفها بالمنتخب الأرجنتيني أكو بس قليل يعني لكن كمنتخب أنا متأكد وأقول إن شاء الله مع ميسي ورونالدو يلعبون النهائي إن شاء الله الأرجنتين إلى النهائي مع البرازيل مو يوسف هم يشجع ألمانيا هم يضوج يا يوسف ابني وينقهر قلت له بابا ألمانيا يراد لهم مثل العراق شلون إحنا نحتاج تغيير وهاي الفترة القادمة تغيير طيب اكو عائله تونسيه التقى بهم الزميل احمد سعيد في الدوحه بعد نهايه المباراه والله تشبهون العراقيين كانهم عراقيين اي والله احنا العرب كلنا اخوه توينس عراقيين مغربيين شاميين كلنا اخوه وفرحه اليوم انتصار للعرب كلهم ان شاء الله السعوديه كمان هي تكمل فرحتنا اليوم احنا رايحين طالعين من هنا رايحين نتفرجوا على ماتش السعودية اكيد ان شاء الله 2026 يكون كأس عالم عربي بامتياز الحمد لله كأس العالم هذا تقام في دولة عربية ان شاء الله الجاي يكون عربي بامتياز باكثر فرق عربية والناس كلها تشارك وفرحتنا لا توصف احنا تعبنا من الكلام بصراحة اكو مشاعر يعني مختلفة اليوم والله الفوز تاريخي لكن الخروج أيضا شوي يخلي غصة بالقلب والله هي غصة في القلب صح لأنه احنا يعني ما نحبش نقول هنا غصة لأنه مش غصة لأنه رغم الانتصار رقعة جغرافية قد هكا في الكرة الأرضية فازت على بطل العالم هذا يكفينا شرف المشاركة وشرف الفوز على بطل العالم هذا يعني شيء لا يوصف ولا يقدر بثمن زعلانين على الخروج أول شيء تحية للشعب العراقي ونهدوا الفوز هذا للجماهير العراقية وإن شاء الله ترجع أيام الكرة العراقية مثل ما عودتنا إن شاء الله ترجعوا لآسيا وترجعوا تشاركونا في كأس العالم وتحياتنا للجمهور العراقي طبعا اثناء ما كنا نتابع هذه العائله ترى يعني حكوا كلمتين الكابتن ابراهيم والكابتن هيثم احصائيات قويه لا مو احصائيات دقيقه لا مسجلناها عندنا كاميرا هناك تسجل فوق صوره وصوت كابتن ابراهيم قال اذا الارجنتين غلبت استراليا وتاهلت البس دريس ميسي اي صحيح قولها وهاي كاميرتك والله رغم انه انا ريالي يعني متعصب وضوجني لسنوات برشلونة عقدني ميسي
لحظه قولها قدام الجمهور هاي كامل لكن امانه ايه؟ ومشجع لرونالدو على مود ترتاح انت يلا. لكن اذا فاز على استراليا راح اجيب دريس هذا هم استراليا زين انت ايش قلت هم استراليا كابتن هيثم ايش قال نعم قال ازين صفر اذا ايه؟ اخذوا كاس العالم اي ارجنتين اصير مثل داود يلا وعدك بس ايه؟ الجوانب ايه؟ خلي له هاي رونالدو اللحية زينة لا تقول يحرق ما يصير طيب مبارحة التوقعات وين نبدي يا كابتن جمال لين ما بديت رايح استراليا الدنمارك الدنمارك تونس فرنسا تعال قلت تعال 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 بس فرنسا بولندا الأرجنتين بولندا الأرجنتين تعادل سعودية المكسيك سعودية المكسيك تعادل ما شاء الله كابتن يوم أربعة مثلين صايحات هاي المرة الثانية يعني هذا نتوقع قبل يوم لدى نعرف التشكيلة اللي راح تنزل ما يخاف بس تتبوع على الأداء يعني ما يعني قل لي منو يقول كان ممكن تونس اللي ما مسجلة ولا هدف أن تفوز على فرنسا زين يعني الصوت بالمنتخبات مو عندك انت اي لا يعني لو تقول لي هاي التشكيله وكابافينجا يلعب مدافع يسار ترى بيك تونس طبعا بتخسر يعني ممكن اقول لك كابتن ايثم واحد واحد استراليا الدنمارك الدنمارك تونس فرنسا فرنسا بولندا ارجنتين ارجنتين السعوديه والمكسيك تعادل تعادل وحده ايوه نعم واحد زين انت هسه بديت ثلاثه 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 اثنين اثنين واحد بس راح نستقر على الواحد القناعه زين القناعه زين القناعه زين كابتن ابراهيم يلا طيب ابدي ويا الكابتن ايضا الكابتن ابراهيم استراليا الدنمارك تعادل تونس فرنسا فرنسا هولندا الارجنتين ارجنتين السعودية والمكسيك سعودية سعودية أم واحد لا دايخ أم قول عيدوها دايخ ما دايخ ذاك اليوم قلت مو أني فبركي واليوم قلت دايخ لا بس أنا نزلت عن الاثنين ما نزلت واحد لو ما الدوخة أنا محصل أربعة ذاك اليوم إيش قلت بس كابتن هسه فرصة راح يصير افضل هسه ماكو تعادل لا هو ذاك اليوم جدا هسه دور 16 لا دور 16 ما فيها فوز ما فيها من هسه اقول لك الارجنتين وفرنسا خلي نبدي سجل ونقل طيب خلي نبدي بالتوقعات الباكر ويا كابتن جمال جاهزين لا حول ولا قوه يلا كندا نبدي يلا كندا المغرب تعادل كرواتيا بلجيكا كرواتيا كوستاريكا ألمانيا ألمانيا اليابان إسبانيا إسبانيا حلو هاي توقعات كابتن جمال وننتظر لي باكر نتابع كابتن هيثم كندا المغرب المغرب كرواتيا بلجيكا كرواتيا كوستاريكا ألمانيا ألمانيا اليابان إسبانيا إسبانيا أربعة فوز بثقة بعدين بنعطيه الواحد جايبين وجايبين واحد منهم حتى لو يجي عادي بس أمشي لتخسر أربعة مثل كابتن جمال لا يلا كابتن إبراهيم اليوم لا دايخ ولا كل شيء كل شيء ما كل يوم ركز متعشم ضاع بالكاميرا يلا بس خل الكابتن القحم مالته كلش أذتنا اليوم يلا جاهز؟ إي غير ضاع الكاميرا وين هي يلا يلا إي اقعد لها جاي تاخذ صورة كندا المغرب المغرب كرواتيا بلجيكا سكت تعادل لا ماكو عفوا خلي كرواتيا كوستاريكا المانيا المانيا اليابان اسبانيا اسبانيا يعني انا وياك سوا باكر لو نطلع سوا منا انا وياك نفس طيب يعني باكر اذا النتائج ما تعلق انا ما اجي وين نجي شو تجي الجمعه الجمعه المشكله راح يوصل الفجر يوصل للسلام ان شاء الله ان شاء الله وراح يكون ويانا ايضا بالليل حلقه الليل ان شاء الله راح يكون متواجد شكرا لكم كباتن شكرا لكابتن جمال شكرا لكابتن هيثم شكرا لكابتن ابراهيم شكرا لكم مشاهدي نلتقيكم باكر مع اربع مباريات ايضا من الجوله الثالثه إلى اللقاء